أصرت المعارضة دائما على ضرورة حضور كل القطاعات الحكومية، وهو ما لم يحصل. مجموعة من القطاعات الحكومية الحدود الآن ما حصلت، لم تحضر حتى شي مرة لمجلس النواب، مع العلم أن النظام الداخلي يتحدث عن حضور كل القطاع الحكومي على الأقل مرة واحدة في الشهر. كانت مناسبة للوقوف على الحصيلة اللي قدمها رئيس الحكومة، وفي نفس الوقت الحصيلة اللي قدمها البرلمان، ومن خلالها كنا وقفنا عند سياق سياسي واللي انتقدته فرق المعارضة، لأن اعتبرته فيه الكثير من الهيمنة والرغبة من الاعتماد على العدد بدل من أن روح الديمقراطية وروح حقوق الإنسان لأنها توجد. شفنا هذا الشيء في كيفاش أن الحكومة ومن خلالها اختارت بأن عدم التجاوب بالخصوص مع المقترحات القوانين اللي قدمتها المعارضة، عدم التجاوب مع التعديلات اللي تقدمت في قانون المالية، عدم التجاوب بشكل حاضر في الحضور في جلسة المساءلة، بما يهدد الطبع الرقابي والطبع التشريعي للمؤسسة البرلمانية. وأثرنا الانتباه بالإطارة الانتباه بأن عدم إعطاء المؤسسة البرلمانية القيمة ديالها معناه من شأنه يهدد التجربة الديمقراطية ديالنا، يهدد التعددية ديالها، لأن الأركان ديال العمل التشريعي والعمل التنفيذي مفروض تكون مستقلة عن بعضها وماشي تكون ملحقة لبعضها. من خلاله أيضا تسجلت الآن اليوم الكثير من الإجراءات الحكومية اللي تقوم في مجالات اجتماعية واللي كتتسم بالكثير من الارتجالية، وما كتجاوبش على التحديات الاجتماعية اللي كتواجهها بلدنا والتحديات الاقتصادية في موسم مازال استمرار الوباء، موسم يظهر بأنه سيكون موسم جاف، موسم اللي التوقعات المحروقات مازال غادي تبقى في ارتفاع. فبالتالي ما مدى قدرة الحكومة على أنها تجاوب على يعني الالتزامات اللي قامت بها في البرنامج الحكومي غتكون صعبة، ولكن إذا كانت صعبة فعلى الحكومة أن تكون أكثر وضوحا مع الرأي العام، ولا داعي باش تبيع على أهل. الحكومة جاءت بقدرة قدير، ثلاثة اللي تصدروا ثلاثة الهيئات السياسية المحترمة اللي تصدروا النتائج الانتخابية الأخيرة هم اللي تجمعوا والتأموا وجمعوا البرامج بثلاثة، داروا منهم برنامج واحد. هذا البرنامج اللي جابوا نحن نعتبر لأنه لا يتماشى والواقع الاجتماعي المعاش بسبب كوفيد 19. ثانيا نعتبر لأنه بالرغم من الجانب الاجتماعي اللي هم الصحة والتعليم، التشغيل كاين حلول ترقيعية وغير يعني قارة، ونحن نبحث على حلول قارة على الأقل بعد حوالي 700,000 شخص اللي فقدوا العمل ديالهم بشكل نهائي من جراء كوفيد 19. المليون تاع فرص العمل اللي وعد بها السيد رئيس الحكومة يعني 200,000 سنة، هذه راه تنتجها المغرب لا تا واحد. درنا تعديلات مشتركه ما بين كل يعني الفرق والمجموعه ولم نختلف. طبعا كاين احترام كبير بيناتنا وكاين احترام كذلك للهيئات السياسيه اللي تنتمي لها، لان هي ما داخلاش في التنسيق. التنسيق هو على مستوى مجلس النواب وما بين هذا الفرق بثلاثه والمجموعه النيابيه. المستقبل ان شاء الله غادي يكون مزيان، لاننا نتداول حاليا في واحد المجموعه نتاع الافكار والاقتراحات اللي باغين نبقاو تنقدموا بها، على اعتبار اننا معارضه مواطنه ومسؤوله. وهذا قلناه من نهار الاول، اول لقاء واول تصريح، وهذا اساسي. علاش؟ باش نبينوا على اننا لا ننوي التصعيد من اجل المعارضه، بل ننوي الاصلاح، البناء، المشاركه والقيام بالدور ديالنا اللي تيمليه الدستور، الدور الرقابي والمساءله للحكومه. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.